تخش بقى. لا 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 اقنعنا اقنعنا انه ساحر قوي. شكلي جيت في وقت مش مناسب. طول عمرك بتيجي في اوقات غير مناسبه. طيب كويس. ازيك يا بابا؟ ازيك يا كريم؟ يا هتتعرفوا على بعض دلوقتي؟ المهم يا كريم عايز اعرف بس يعني تفتكر بيكو كده عايزنا في ايه؟ مش عارف بس هو لما كلمني قال ان هو عامل لنا مفاجاه. يبقى انت قلت له ان فرح انا ورباب الشهر الجاي. لا ما قلتلوش. يبقى عازمنا على الغدا. وايه المفاجاه في كده؟ ما هو على طول بيعزمنا على الغدا. يبقى عازمنا على العشاء. يا رباب واحنا هنتعشى دلوقتي ده كلام. يا مش بقى. ايه يا حبيبي يا حبيبي حبيبي ازيك يا كريم؟ عامل ايه؟ كلكم وحشين جدا. وانت كمان ايه الحلاوه دي ما شاء الله؟ ايه رايك؟ بس انت يعني اتغيرت انت مليت شويه؟ خسيت صح؟ اه تصدق كويس اه. ايه؟ ايه؟ هو كريم ما قالكش ان فرح انا ورباب خلاص الشهر الجاي؟ لا ما قاليش. طب قول. لا ما تقوليش مش عايز اعرف ان فرحهم الشهر الجاي. في بقى خبر تاني اهم. ايه؟ امسكوا اعصابكم. ايه؟ لا اعصابكم انتوا اعصابكم. اوكي. سيبوا اعصابكم. احبسوا انفاسكم. موتوا سيبوا انفاسكم. انا قررت اخد مسرح ونويت اعمل مسرح بيكم. يا يس 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 يس. ايوه كده. ايوه كده يا بيكم هو ده. بس انت هتسمي المسرح بيكم؟ هعمل مسرح بيكم انتوا. اه مين احنا؟ مين احنا؟ عايزكم بقى ايه؟ تفتكروا ايام مسرح الجامعه ونرجع امجاد زمان وكل واحد بقى ياخد فرصه حقيقيه يعبر فيها عن امكانياته وعن مواهبه ونطلع كده مع بعض ربنا يكرمنا نضرب نبقى فوق. يعني هنرجع نمثل تاني سوا؟ ابقى ممثل مشهور. امير عزت. الفنان امير عزت. والناس تشاور عليا الفنان امير عزت اهو. ايوه اهو. احلم. انا نفسي اقف على مسرح واغني وكل الناس تسمعني واعمل سي دي كسر الدنيا وكل الناس تحب صوتي. تخيلي. وانا اسيب الشغل في السيرك اللي ما بحبوش ده وارجع اشتغل مسرح تاني. ابقى ممثل مشهور والناس تعرفني والناس تتصور معايا انا مش مع الحيوانات. تصور. الله يا فيك الله حلو قوي. انا عايزك تحلموا بجد وتحشروا الحلم فعلا. خدوا بقى التقيله. في مفاجات تانية؟ امسكوا اعصابكم. سيبوا اعصابكم. غمضوا عينيكم. ايه؟ قول بقى. فانا بقى قعدت مع اصحابي بتوع مسرح الجامعه جمعتهم بقى وقلت لهم ان احنا هنعمل مسرح وكل واحد هياخد فرصه بجد وهيبين امكانيات. العيال فرحوا جدا وبيدعوا لك. هما فين؟ هما سايبهم مغمضين عينيهم مستنيين المفاجاه. هيتفاجئوا وانت كمان هتتفاجئ. يا سما. طب ومال سما والكلام بينا وبين بعض؟ شوف 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 ايه؟ اتفضل يا مستر بكر. ايه ده؟ العقد. الشؤون القانونيه عندي رتبت لك كل حاجه مع المحامي بتاع سامي ياسين. ناقص حاجه واحده بس. طب وجايبه ناقص ليه؟ ما انتوا هتكملوها. امضتك وامضتها وبس. وريني همتك يا بطل. المسرح مستنيك. انت لسه ما مشيتيش؟ وايه حكايه البوكيه اللي انت بترتبيه من الصبح ده؟ البوكيه ده بالذات انا عايزه اعمله بمزاج. حب جديد بقى؟ ده حب قديم من 20 سنه. 20 سنه؟ انت كنت لسه بيبي. تخيلي راجل بيحب مراته جدا ومن كتر حبه ده جه واتفق مع بابا انه يبعت لها كل سنه في عيد جوازهم بوكيه ورد ودفع ثمن 30 بوكيه لقدام. ومن ساعتها الورد ده بيروح لها في ميعاده من 20 سنه لحد النهارده. معقوله في حب بالشكل ده؟ الراجل يموت ولسه بيبعت لها الورد في ميعاده. اه في بس في افلام ابيض واسود. طب سيبيني بقى علشان اركز عشان يوصل لها في البوكيه ده كل المعاني الجميله. طيب.
صباح الخير. صباح الورد. الورد ازاي تفوتني حاجه زي كده مادام اوفيليا بتحب الورد؟ بكام الورد ده يا شاطره؟ شاطره ايه، كنت بليده ولا ايه؟ ايه جبت كام في سنه كام؟ ايه اللي بتقوله ده؟ سؤال بسيط، بكام الورد؟ الورد ده مدفوع ثمنه من 20 سنه ولسه جايبها دلوقتي؟ ده انت بطيئه موت. صباح الخير. صباح النور. مدام اوفيليا موجوده؟ مين؟ مدام ساميه. سامي موجوده؟ اقولها مين؟ بكري السرياوسي، في ميعاد بينا. اتفضل هبلغها حالا. شكرا. طب ما انت سريعه اهو. قول لها بكر السرياوسي معاه واحده سريعه ما يعرفهاش. عنك. شكرا. معقوله يعني يبقى شحط زي واقف كده سايب واحده سريعه بطيئه شايله شيله؟ انا ما عنديش نفر. ايه؟ ما عنديش بصر. لا ميرسي، انا اللي لازم اسلمه لها بنفسي. مع حضرتك انا هشيل الورد وهي اول ما تنزل اسلمه لها بنفسك. ما ينفعش، في وصل استلام لازم هي اللي تمضي عليه. انا سامع صوت سلاله مع السلم. سقف سقف سقف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا ارتاحوا، انتوا واقفين ليه؟ شكرا. ميرسي. تشربوا ايه؟ ميرسي ولا حاجه. قهوه مظبوط بسمه. اتنين عصير. انا بحب حضرتك قوي وكان نفسي اشوفك من زمان. وانا معجب بجميع كل اعمالك وخصوصا دور اوفيليا. ميرسي قوي على ذوقكم. انتوا متجوزين؟ لا لا لا، متجوزين ايه حضرتك؟ انا اللي جايبه الورد بتاع كل سنه بمناسبه عيد جوازك. وكمان جايب له ورد. ميرسي قوي على ذوقك، انت تري جونتي. لا يا فندم، ده انا بكر السرياوسي جاي اشتري من حضرتك المسرح. المسرح؟ احلى ايام حياتي قضيتها على المسرح ده، لما كان الفن فن وكانت الناس ناس وكانت الايام ايام. الله يرحمك يا جو. ألف رحمة ومرة عليك. وبكري وصل؟ لا يا بكري بيلسه وصل. أوكي. يا سلام يا بكري، لو عرفت جيب لنا المسرح هنبقى ملوك الليل وآخره. تشربوا إيه؟ ما هو يا فندم بنشرب. طيب بعد اذن حضرتك انا لازم امشي، ممكن تمديني على الوصل بتاع الورد؟ جودة دايما كان بيملا اوضتي في المسرح ورد. احلى ايام حياتي قضيتها على المسرح، لما كان الفن فن وكانت الناس ناس وكانت الايام ايام. الله يرحمك يا شوكت. شوكت؟ يبقى دايما جيب لها ورد. ده هي بتاعت الورد وهو بتاع المسرح. انتوا متجوزين؟ متجوزين ايه حضرتك يا فندم؟ انا معرفوش، انا اول مره اشوف. وجوزته بالسرعه دي؟ لا يا فندم، ده هي جايه تشتري المسرح وانا جاي ابيع الورد. لا انت اللي جاي تجيب الورد وانا اللي جاي اشتري المسرح. لا يا راجل لخبطتني، حرام عليك. لا لا لا، لما انتوا بتعملوا كده من دلوقتي امال لما هتتجوزوا بتعملوا ايه؟ صحيح، لما نتجوز نعمل ايه؟ ممكن تقعد ساكت؟ ساكتين؟ شوفي بقى حضرتك، الجوازه واقفه على ان حضرتك تنضن على وصل المسرح وعقد الورد، اصل باباها مصر الزفه تكون على المسرح. احلى ايام حياتي قضيتها على المسرح ده، لما كان الفن فن وكانت الناس ناس وكانت الايام ايام. الله يرحمك يا رستم. هو جوده ولا شوكت ولا رستم؟ جوده شوكت رستم، اسم كبير في عالم المسرح. اللي يعرف جوده شوكت يعرف يعني ايه رستم. يعني ايه رستم اللي انت بتقوله ده؟